إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. عباد الله، كما ثبت في الحديث المتفق على صحته، فإن الله عز وجل يغار، والغيرة صفة فعلية من صفات الله عز وجل، فهي من جنس سائر الصفات كالرضا والغضب والحب والكراهية، كلها تندرج تحت الآية الجامعة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفاته عز وجل ليست كصفات المخلوقين. أما المخلوق فالغيرة في حقه مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما فيه الاختصاص. وأشد ما تكون الغيرة بين الزوجين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أشد الخلق غيرة. قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. سعد بن عبادة هذا هو سيد الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، كان شديد الغيرة، حتى أنه من غيرته قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: إنه لو دخل على أهل بيته فوجد معها رجلا لما انتظر حتى يأتي بأربعة شهود، بل لعالجه بالسيف قبل أن يقضي حاجته. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من اعتراض سعد، ولم يكن اعتراضاً على حكم الله عز وجل، بل تعبيراً عن مكنون نفسه من شدة غيرته. فاعتذر الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مقولة سعد، فقالوا: يا رسول الله لا تلمه، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة إلا كانت عذراء، وما طلق امرأة قط، فتجرأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. هذه الغيرة عباد الله لم تكن لسعد ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه فقط،
بل كانت صفة لجميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا عربا أحرارا مسلمين أخيارا. هذا عمر على سبيل المثال للحصر، عندما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن دخوله الجنة ورؤيته قصرا من أجمل ما يكون وبفنائه جارية، سأل لمن هذا القصر؟ فقيل له هو لعمر بن الخطاب، يقول صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. ما منعني أن أدخل هذا القصر في الجنة وأنظر فيما فيه إلا لأن في فنائه جارية وأنا أعرف غيرتك يا عمر. والغيرة عباد الله نوعان، غيرة محمودة وغيرة مذمومة. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في ريبة، وأما التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة. إذن الغيرة المحمودة هي ما كان لها دواع وأدلة وكانت عن شك له دوافعه، أما الغيرة المذمومة فهي الغيرة التي لا أصل لها إلا وساوس إبليس وكلام الحاقدين والمغرضين ودوافع مرضية عند النفوس المريضة التي تشك في من لا يشك فيه. والغيرة خصلة طبيعية في الرجل والمرأة، فالمرأة مثلا إن غارت على زوجها لأنه يزني أو يرتكب حراما كمخاطبة النساء أو النظر إليهن خاصة بوجود شاشات التلفاز والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أو غارت المرأة لأن زوجها يجور في القسمة بين زوجاته أو يفرق بين أولاده ولا يعدل بينهم، أو غارت على بناتها وأولادها إن ظهروا بلباس فاضح أو قاموا بعمل لا يرضاه الله عز وجل، فهذه غيرة محمودة، غيرة شرعية مبعثها الإيمان، وهي غيرة في ريبة لأن لها مقدمات وعلامات تبرر هذه الغيرة. فإن لم توجد تلك الغيرة في قلب المرأة فهي ناقصة الإيمان. أما إن كان الزوج مجتنباً للحرام عادلاً بين زوجاته فالغيرة مقبولة في حقها إن كانت الغيرة الطبيعية التي لا تؤدي إلى قول الحرام أو فعل الحرام، لأن هذه الغيرة من الطباع البشرية التي جبلت عليها المرأة، لكن ينبغي للمرأة أن تحاول مقاومتها، لأن هذا النوع إنما هو من الشيطان. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها ذات ليلة، قالت: فغرت عليه، غارت لأنه خرج ولم يخبرها إلى أين، فلما رجع فرأى ما أصنع قال لها: ما لك يا عائشة؟ أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. وفي حادثة أخرى استيقظت من جوف الليل ولم يكن في بيوتهم سرج ولا أنوار، فتحسست فوجدته ساجدا يصلي صلى الله عليه وآله وسلم، فأدخلت يدها في شعره كي ترى إن كان فيه بللا، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام خاطبها قائلا: أقد جاءك شيطانك؟ هل أتاك شيطانك وأنا في الصلاة؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه فأسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من سائر الذنوب والخطايا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
يا مغفرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الرجل مطالب بالغيرة أكثر من النساء، فإن نزعت منه الغيرة فإن ذلك ذنب عظيم قد يحرم بسببه دخول الجنة. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر أو مدمن الخمر، والعاق، والديوث. فسأل الصحابة عن الديوث فقال: الذي يقر في أهله الخبث، هذا الذي لا يغار على أهل بيته من زوجة أو بنات باسم الحضارة أو التقدم، باسم الثقة الزائدة عن حدها، فهذا ديوث. وكم من المسلمين اليوم من ينطبق عليهم هذا الحديث وهم لا يشعرون. إن العرب تقول: كثرة المساس تميت الإحساس. إن الغيرة في قلوبنا قد ماتت أو أوشكت، وذلك بما كسبت أيدينا. وسائل الإعلام هي وسائل استعمارية يستعمر بها الغازي القلوب والعقول، وللأسف فإن شرذمة من النصارى المارونيين وأعوانهم من المنافقين قد تحكموا بها في بلاد الإسلام والمسلمين، وهو أمر لا يخفى على أحد. ولن أتحدث عن المسلسلات التركية أو المكسيكية، لن أتحدث عن الأفلام الأمريكية على مدار الساعة، ولا عن برامج الحوار والبرامج الاجتماعية الهدامة، لن نتكلم عن القمار والمسابقات المحرمة، ولكن بنظرة سريعة على عالم موجود بيننا ومنتشر ولا تكاد تسمع من ينكره، على عالم الدعاية والإعلان، نظرة واحدة تعرف لماذا ماتت الغيرة في قلوب المسلمين. فالدعايات اليوم تقوم بعملية مدروسة وممنهجة لغسل الأدمغة، أدمغة المسلمين خاصة. ولكي نعرف خطر الإعلانات على المجتمعات عامة، يكفي أن تعلم أن قيمة الثانية الواحدة على التلفاز في مباريات كرة القدم الأمريكية قد بلغت قيمتها نصف مليون ريال، أي أن إعلاناً بطول نصف دقيقة 30 ثانية تدفع الشركة قيمته 15 مليون ريال. مما يعطيك فكرة عن أثر الإعلانات على العقل البشري، فالذي يشاهد يومياً إعلانات بريئة في ظاهرها ولكنها تخالف شرع الله عز وجل وتغضب رب السماوات والأرض، لا بد أن يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، ليس اليوم وربما ليس بعد عام، ولكنها ستأتي ولا شك في ذلك. إعلانات عن شامبو أو مضاد للعرق أو عطور رجالية ونسائية أو مزيل للشعر أو معجون أسنان وغير ذلك من الإعلانات التي يعرفها كلنا، كلها تشتمل على عري وكشف للعورات مخل بالآداب والدين، وتشتمل على إيحات جنسية صريحة وغير صريحة، بل حتى العصير، حتى العصائر،
كنت منذ يومين على طائرة متجه إلى بلد أو إلى مدينة داخلية، وإذ بإعلان على الطائرة تحكي كيف تربى الولد والبنت منذ الطفولة معا، وكيف اختلطا في فترة المراهقة والجامعة، ثم أدى ذلك إلى زواجهما بعد ذلك. هل كل ذلك للترويج عن عصير، أم لترسيخ فكرة الاختلاط وتزيينها في عقول المسلمين والتي يأباها دينهم وترفضها فطرتهم؟ أما الإعلانات الموجهة للشباب كتلك التي تروج لها شركات المشروبات الغازية، تلك الدعوة إلى إطلاق الغرائز والتفلت عن قيود المجتمع والدين والأعراف والتقاليد، فالخطاب واضح لكل ذي عينين. ولذلك تدعم هذه الشركات الكبرى البرامج الخبيثة كستار أكاديمي وأرب آيدل وأحلى صوت وأرب التالنت، كل هذه البرامج مدفوعة لها من قبل المعلنين لكي ينشروا العلم والثقافة، لكي يرسخوا فكرة الدين والأدب والعفة، أم ليخرجوا الناس عن دين الله عز وجل؟ قد يقول قائل: كلام صحيح وفي محله، ولكن ماذا أفعل؟ ما أنا إلا رجل من قومي. عباد الله، أزواجنا وأولادنا أمانة في أعناقنا، أقل القليل الذي أنت محاسب عنه يوم القيامة أن تخرج هذه القنوات الخبيثة ووسائل الإعلام من صحف ومجلات نسائية ترسخ الفاحشة في عقول أهلنا. أخرجها من بيتك، استبدلها بقنوات هادفة، أو على أقل تقدير قنوات مباحة لا يعرض فيها الحرام. من الواجب عليك أن تنشر بين الناس في مجتمعاتنا وفي مجالسنا خطر هذه الخطط الاستعمارية وتلك المحاولات التنصيرية والمحاولات الدؤوبة لإخراجنا من العفة إلى الفاحشة والمنكر. بيّن للناس يا أخي ما تعرفه عن ملاك هذه القنوات، بيّن للناس ما تعرفه من قوتهم ومن نشاطهم ومن دفعهم للأموال بغير حساب لإفساد مجتمعاتنا. أما أن تفتح الباب على مصراعيه وتخرب بيتك بيدك تحت اسم الترفيه، فهذا والله هو الخسران المبين. فاتقوا الله عباد الله، وتحلوا بخلق الغيرة المحمود، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغار، وكذلك كان أصحابه الأخيار ومن لم يتحل بأخلاقهم وصفاتهم، فلن يكون معهم يوم القيامة من لا يغار على عرضه وعلى أهل بيته، فوالله لن يغار أبداً على أعراض المسلمات في أنحاء العالم الإسلامي المضطهد، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً، ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا وبيوتنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، رد أزواجنا وأولادنا وبناتنا إليك ردًا جميلًا، واجعلنا من المتمسكين المستمسكين بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أجرنا وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.